في كام خبر مهم جدا بخصوص اخواتنا السودانيين المقيمين في مصر. من اول الازمه يا جماعه اللي حصلت في السودان، وطبعا كل سلطات الدوله المصريه بتحاول على قد ما نقدر نعمل ايه، نوفر لاخواتنا بقى اللي نقدر عليه، سواء مثلا المكان، الامن، الاكل، الشرب وغيره. وده اللي طلع صرح بيه مين؟ السفير محمد عبد الله التوم. بس الجديد بقى يا سيدي اللي قاله ان مصر اصدرت قانون بيمنح السودانيين المقيمين في مصر من قبل 1995 اقامه لمده 3 سنين. كمان صرح عن تسهيلات اللي بتحصل، وان تم تخفيض فعليا رسوم الاستخراج الاقامه، وصلت لكام يا عبد الفتاح؟ ل 500 جنيه. كمان في لفته كده جميله جدا من وزير التعليم العالي بصراحه الدكتور ايمن عاشور، انه وافق على دراسه مشروع بيقول ان احنا هنقيم فروع للجامعات السودانيه داخل مصر. انا الحقيقه مبسوط جدا او سعيد جدا بالقرارات ديت علشان نشيل شويه ونساعد اخواتنا السودانيين، وحابب كمان اسمع رايكم انتوا كمان، تفتكروا القرارات ديت هتاثر علينا ازاي ورايك فيها ايه؟ شكرا ليكم.